انت كنت ولد وعملت عملية تحويل وجيت. انا جات لي حالة من الصدمة. العريس قال ان مراته مش انثى وطلعت راجل، بس حد سأل نفسه قبل كده يعني ايه ست تقلب راجل؟ اصل الموضوع غريب جدا ولازم تتحط حواليه علامات استفهام كتيرة. الاجابات على علامات الاستفهام دي هتكون ان كل بنت اتولدت كان عندها عيب خلقي، علشان لما تتحط في نفس الموقف عروسة البحيرة تعرف ترد. تعالوا الاول كده نسمع قصة عروسة البحيرة وبعدها نجاوب على اهم سؤال، وهو ازاي الست تطلع راجل في وقعة اغرب من الخيال. طلع شاب من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيدعي انه تعرض للخداع من اسره زوجته في محافظه البحيره، وده لانهم خبوا عليه ان بنتهم عندها صفات الذكر والانثى في الجهاز التناسلي، وهو اللي اكتشف ده ليله الفرح. الموضوع ده قلب السوشيال ميديا والناس بقت مستغربه الموقف جدا، لكن تعالوا كده نسمع بين البنت نفسها. البنت قالت انها لما اتولدت كان عندها عيب خلقي في الاعضاء التناسليه الخارجيه بسبب القرابه، واتعمل لها عملية إصلاح للأعضاء التناسلية الخارجية وهي لسه عندها 9 شهور بس. قالت كمان أنا كل حاجة عندي أنثى ومفيش حاجة تثبت إن أنا ذكر، وبطالب بالعرض على الطب الشرعي. كلام جوزي مفيهوش حاجة من الصحة، اتجوزت زي أي بنت. زوجي قال لي يوم الدخلة قبل أي حاجة أنت كنتي ولد وعملتي عملية تحويل وأنتي صغيرة، كنت في حالة ذهول وصرخت وانهرت وبكيت وكلمت أهلي وطلبت أرجع لأهلي ورفضت. البنت سيرتها بقت على كل لسان رغم إنها عايشة في بيته بقالها 7 شهور، حملت منها وسقطت بسبب إنه ضربها، وقالت إن أهلها طول ال7 شهور بيصرفوا عليهم وتكفلوا بعملية توسيع المهبل. وقالت كمان والدة جوزي قالت لي خلي أبوكي يدفع لابني 70,000 جنيه تمن العفش وأنا هسيبه يعيشك. كل هدفهم الفلوس، كانوا داخلين على طمع وكان بياخد فلوسي وكل حاجة من أهلي. أنا اتبهدلت كتير ودخلت في حالة اكتئاب ونفسيتي تعبت واللي حصل معايا مش شوية. بيختار لنفسه ان هو يبقى ولد، ولا حد بيختار لنفسه ان هو يبقى بنت، ولا حد بيختار لنفسه اهله ولا أبو. وعلشان اللي حصل مع عروسة البحيرة ما يتكررش مع واحدة تانية تكون بتمر بنفس حالتها، تعالوا نفهم يعني ايه ست بتحمل صفات الانثى والذكر. شيل الحاجة الزيادة ديت واصلاح للاعضاء التناسلية الخارجية، انا متداخل انثى طبيعية 100%. احيانا البنت بتتولد عندها عيوب في الاعضاء التناسليه بسبب المستويات غير الطبيعيه للهرمونات الجنسيه وقت خلق الجنين، او بسبب اشوزات في الصبغيات او العوامل البيئيه او حتى العوامل الوراثيه. في بعض الاحيان ما بيكونش واضح هل الاعضاء التناسليه ذكوريه او انثويه، ودي اسمها الاعضاء التناسليه الملتبسه، ولتحديد جنس المولود عنده اعضاء تناسليه ملتبسه الأطباء بيستخدموا الفحص السريري والفحوصات التصويرية وكمان اختبارات الدم لتحليل الصبغيات وقياس مستوى الهرمونات. معظم العيوب في الأعضاء التناسلية بتحتاج لجراحة، وده اللي حصل مع عروسة البحيرة وهي صغيرة. عملت عملية علشان الموضوع ده مرة وهي صغيرة ومرة وهي كبيرة، علشان كده لما كشفت بعد الجواز الدكتور قال لها إنها أنثى، وكل الحكاية إن عندها لحمية ممكن تتشال عادي. خليكم دايما عارفين يعني إيه ست بتحمل صفة الأنوثة والذكورة أول ما اتولدت، علشان محدش يخرج يشوه سمعتكم على النت زي ما عريس البحيرة عمل في عروسته. انتوا ايه رأيكم في اللي عمله لمراته؟ شاركونا الرأي.